عدنان منصر يعود بالجديد في الأيام الأخيرة من خلال كتاب معنون بسنوات الرمل، تفكر في معارك الانتقال الديمقراطي في تونس 2011-2014، منشورات سوتي ميديا، تقريب قيم الحقيقة، كتاب شيق، كتاب يعكس مفارقات، يعكس تناقضات، ولكن أيضا يقدم رؤية، يقدم تحليل، يقدم مقاربة فيها نوع من التأمل لعشر سنين عشناهم لفترة معينة ما كنتش متابع لها عدنان، كنت فاعل وصانع للأحداث لما كنت مسؤول في رئاسة الجمهورية مع الرئيس محمد منصف المرزوقي. كتاب في 211 صفحة، فيه مجموعة من الفصول، 4 فصول، سرديات متصارعة، رقصة النخبة، دولة المغلقة، مآزق أنفاق بلا نوافذ، وفصل ختامي أسئلة الأمس أسئلة اليوم. كتاب الحقيقة كي قريته بدالي عدنان منصر في سنوات الرمل، بدالي متشائلا، تو نحاولوا نقشوه ربما في مضمون عدد من النقاط اللي وردت في هذا الكتاب سنوات الرمل عدنان منصر. لماذا هذا العنوان؟ اولا العنوان هذايا هو في الحقيقه لانه الانطباع اللي يصدر اللي يخرج به القارئ بتاع من الكتاب، واللي ما فرقنيش وانا نكتب في الكتاب هذايا ونتامل فيما حصل في العشر سنوات هذه، وان كل شيء كان في حال تسرب، كل شيء كان في حال تسرب، ويعني كان عندي او لا زال عندي الانطباع اليوم بانه كل ما بني على ارض غير صلبه أو على أرض نافذة رخوة، على أرض يعني ما هيش مستقرة، وأدى هذا الشقوق في الأرض هذيك أدى إلى تسرب كل أو جزء هام من هذا البناء. هذا الانطباع، مش عارف بالنسبة للناس شنو الانطباع اللي عندها، ولكن عندنا الانطباع وكأنه 10 سنين كان لاحظت الفصل الأخير يعني في نفس الوضعية تقريبا، حتى من نوعية الأحداث اللي صارت في الجمعة الأولى متاع ديسمبر السنة، في خصوص تصريح النائب العفاس والنساء الديمقراطيات قدام المجلس وما إلى ذلك، هو تقريبا نفس اللي حصل في أول يوم من عمل المجلس الوطني التأسيسي في نوفمبر 2011، نفس الشيء بنفس التفاصيل وحول نفس القضايا. عندي الانطباع أنه 10 سنين من سوء الحظ على الأقل ضاع منهم برشا في معارك، اعتقد انها معارك ما تهمش التوانسة برشا، تهم النخب ماهيش شويه النخب، ولكن وقت اللي يحصل انفصال ما بين النخب وما بين الجمهور يكون الانفصال هذاك يعبر على انفصال تم بين الثوره وبين الانتقال الديمقراطي. في لحظه من اللحظات كان الانتقال الديمقراطي يعني فرع من فروع الثوره الممكنه، شيئا فشيئا النخب نقلت هذا الانتقال الديمقراطي بعيدا عن الثوره، بعيدا عن الجماهير، بعيدا عن انتظارات الناس، وحصل هذا التسرب نتاج لهذا الانفصال. تحدثت على النخب والاحزاب في هذا المسار في هذه العشريه عدنان منصر، وانت في الكتاب كنت لاذع في نقدك لأداء الطبقة السياسية، لأداء الأحزاب، لأداء أيضا حتى القوى اللي يفترض أنها محسوبة على الثورة. توصلت لجملة من الخلاصات ونرجع عليها في محور حوارنا معك في هذا العدد من برنامج هنا تونس، لكن قبل هذايا فما تساؤلات الحقيقة تطرح في علاقة بدوافع كتابة هذا الكتاب. عدنان منصر اليوم يعني مهما اختلفوا معاك الناس يقرون بمتانة تكوينك، بعمقك الفكري والثقافي اللي أضاف حتى لخطابك السياسي، لتجربتك السياسية بما لها وما عليها، أنه عدنان منصر اليوم ياخو مسافة عن الحياة السياسية والحزبية، يمشي أكثر نحو العمل المدني، العمل الاستراتيجي اللي فيه تفكير، اللي فيه تأمل من خلال دورك في المركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي. أن يلتجئ عدنان منصر للكتابة وللتأمل من خلال هذا الكتاب سنوات الرمل، هل هو يعكس حالة نفسية يعيشها اليوم عدنان منصر المثقف والسياسي في نفس الوقت؟ خلينا نقول لك محمد، اللي في الحقيقة هو هذا الكتاب هذايا، حتى كنشوف من نوعية الموضوع اللي يطرحه، نوعية الإشكالية اللي تطرحها، هو في تواصل مع اللي كتبته سابقا. أنا مختص في تاريخ الفكر السياسي، مختص في تاريخ المؤسسات السياسية في فترة
يعني الفترة الاستعمارية وفي فترة الاستقلال، وبدا لي أنه ضروري أنه الإنسان يبدأ التفكير في هذه العشر سنوات الماضية. ما هوش وقت، وأنا أعرف ذلك كمؤرخ، ما هوش وقت لكتاب التاريخ هذه الفترة، ولا لكتاب التاريخ الثورة، ولا لكتاب التاريخ الانتقال الديمقراطي، ولكن وهذا لاحظته في كتابك عدنان، رغم ولكن أنك مؤرخ تجنبت وأنك تؤرخ للأحداث. بالضبط، لأنه احنا عدتنا احنا ننبه الطلبة متاعي أنه الفاعل السياسي وقت اللي يكتب كتاب في التاريخ نحذروا منه، لأنه عدتنا الكتاب فيه تبرير لدوره، فلا أستطيع من منطلق لونيتي انتلكتويل اللي أنا أدعي أني نكتب كتاب في التاريخ. برغم هذا يعني ينجم يكون، لكن لا، أنا اخترت اختيار آخر، وهذا اللي خذا شوية وقت في قراري بداية تحرير هذا الكتاب، هو شنو الجانر اللي باش نكتب فيه. باش نكتب كتاب أكاديمي، باش نكتب شهادة، باش نكتب مذكرات، باش نكتب يعني تحليل للأحداث. لا، أنا قلت نقترح أحسن حاجة نجم نكون وصلت لها بعد الابتعاد على الساحة السياسية والابتعاد على التجربة الحزبية والاستقلال من كل العمل الحزبي، قلت أنا نقترح أني نشارك الناس منهج فهم أو محاولة وضع منهج أو محاولة اقتراح منهج لفهم هذه الفترة، لفهم العشر سنوات هذه. هيك سميته أنا التفكر في معارك الانتقال الديمغرافي، معناها ريفليكسيون، معناها بلوتو جانر هو إيسي أكثر منه كتاب أكاديمي. وحتى كان لاحظت محمد، أنت تعرف الجوانب الأكاديمية والمنهجية هذه، حتى الإحالات اللي كتب حبيش نحطها في أسفل الصفحة حتى لا يبدو الكتاب، وحتى من ناحية الشكل وكأنه كتاب أكاديمي. أنا لا أدعي أن نكتب كتاب تاريخ، برغم أنه المؤرخ يمكن أن يستفيد من هذا الكتاب. مجموعة من الفصول وردت في هذا الكتاب. القارئ لهذا الكتاب عدنان منصر يلاحظوا أنه فما خيط ناظم في تحليلك للأحداث، الوقائع، للقضايا، للملفات، وانت تقريبا وصلت لها الخلاصة هذه من خلال الكتاب، تنبه إلى أنه 10 سنين بعد الثورة وكأننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة وضيقة. اللي يقرأ سرديات متصارعة الفصل الأول، اللي يقرأ فصل الثالث الدولة المغلقة، أيضا الفصل الرابع مآزق أنفاق بلا نوافذ، فما فكرة جوهرية حبيت توصلها من خلال هذا الكتاب. وأنا الحقيقة في قراءتي للكتاب أحيانا نقول مش هذا عدنان منصر اللي يعرفوه التوانسة، لأنك بديت وكأنك ناقد للجميع، ناقد حتى لنفسك، ناقد طبعاً حتى للتجربة اللي أنت خذتها عدنان منصر. ناقد لنفسي أولا، وناقد لاصطفافاتي، برغم أنه الاصطفافات اللي قمت بها يعني ما هيش مصدر خجل، بالعكس أنا أتبنى التجربة اللي قمت بها، لكن بطبيعة الحال الإنسان وقت اللي يتبنى التجربة مش معناها أن تبقى نظرته لتلك التجربة كما هو عايشها كما هو بعد 5 أو 6 أو 10 سنوات. أنا أعتبر أنه الإنسان اللي ما عندوش ما يراجع ما يلزمش يكتب، ما يستحقش باش يكتب. الإنسان هو المؤرخ أو العالم الاجتماع أو الفيلسوف ساعات يكتب كتاب في بداية تجربته التأليفية، وبعد 20 سنة يقول لا، راني مشيت في ذلك التوجه الفكري أو الفلسفي، ولكن تبين لي أنه توجه ربما الناس اللي عموم الناس اللي ما تعرفنيش كمؤرخ أو كأكاديمي ربما صحيح، لكن الناس اللي قرأت لي قليل أو كثير تعرف أنه تقريبا نفس الاهتمامات ونفس التوجه العام. تقول لي نقد للفترة، بطبيعة الحال نقد الفترة، لأنه لا أحد سعيد اليوم بما حصل في العشر سنوات هذه، هذا أمر واضح. وأكبر حاجة، أكبر حاجة شنو اللي عنا مفارقة كبيرة برشا. الآن الناس تقيم وتجرؤ على القول أش عملنا بالثورة، هي 10 سنوات الثورة. أنا قلت في الكتاب هذا اللي 10 سنوات هذه ما هيش ثورة، هي 10 سنوات منذ حدثت الثورة، هذه 10 سنوات انتقال ديمقراطي. فما فرق ما بين انتقال ديمقراطي وما بين ثورة. وقلت أنا أنه الانفصال اللي تم، ثم برش انفصالات تمت انفصالات بين النخبة السياسية وبين الثورة، والنخبة السياسية تطورت إلى طبقة سياسية، والثورة تركت في الأدراج كما قلت. وبل أكثر من ذلك، الثورة لم تترك في الأدراج في حال سبيلها، لا، تركت تسحب من أدراج الاستغلال الإعلامي وللشحن وما إلى ذلك، حتى نلقاو ناس الآن ممارستها السياسية في البرلمان أو في الحكومة منذ 10 سنوات نقيض الثورة تماما، ولكن تقدم نفسها في خطاب على أساس أنها تتحدث باسم الثورة.
ثم اللي حصل أيضا أنه هذه النخب اللي تحولت إلى طبقة سياسية ما هيش أناقش المفهوم هنا أناقش المفهوم. أنا مفضل في دراساتي السابقة نحكي على النخب السياسي، لكن كلمة طبقة سياسية كلمة الآن مصطلح عنده برشة مبررات باش يستعمل. الناس عندها انطباع أنه السياسيين أصبحوا وكأنهم طبقة، كما يقولوا احنا طبقة العمال أو طبقة الحرفيين وكذا، في عالم وحدهم ولهم مصالحهم المترابطة، يدافعون عن مصالحهم الخاصة دون أي ارتباط بالواقع ودون أي ارتباط بالجمهور. وهذه خلت الناس تقول أنه شوف الديمقراطية شنو جابت. دونك عندك غربة الديمقراطية، وأكبر غربة هي غربة الثورة، وأكبر من هذا الكل هي غربة النخب. هل أنه طبيعي بعد 120 أو 130 أو 140 سنة من عمل النخب الإصلاحية في تونس من أجل الإصلاح والتحديث وما إلى ذلك، ما زالت النخب أو وريثة تلك النخب اللي في تواصل معها وقت اللي اللعبة السياسية تعطي نتيجة ما ينتظروهاش، يناديوا بالانقلاب أو يناديوا بالتدخل الجيش أو يناديوا بالحكم الفرد الواحد أو ما إلى ذلك. أنا نقول اللي هذه التناقضات، التناقضات هذه عندها سبب. شنو السبب؟ السبب ثم شيء يرجع إلى ثقافتنا التاريخية القديمة، ثم سبب يرجع إلى أنه صدقنا الكثير من الأوهام، صدقنا على سبيل المثال وهم الوحدة القومية على سبيل المثال. وانتقدت في كتاب حديث السرديات المتصارعة. طبعا طبعا، لأنه وقت اللي تلقى أنت الصراع اللي تم، أنا نعتبر الفترة متاع الترويكا هي الفترة اللي فجرت كل التناقضات، واللي نعيشوه الآن هو جزء من تلك التناقضات. وكأنك تشير لهنا إلى خطيئة أصلية عن الماضي. بطبيعة الحال هناك الكثير من الخطايا الأصلية، لكن أكبر خطيئة أصلية تمت في تاريخنا المعاصر هي الصراع ليوسف البورقيبي. وخلينا ندقوا أكثر، هي اغتيال الزعيم صالح بن يوسف، خلات أنه الدولة اللي كان أمامها فرصة كبيرة لاستئناف ما يسمى بالنهوض الحضاري وما إلى ذلك، خلتها يعني في غربة على جزء كبير من شعبها ومن ترابها الوطني. وأدى ذلك إلى تصاعد معارضات مكتومة، والقط المعارضات هذيك الفرصة في بعض المحاولات الانقضاض على الحكم كما الانقلاب بداية الستينات وما إلى ذلك، وأدى هذا الكل أدى إلى انغلاق السلطة على نفسها واتباعها النهج الدكتاتوري اللي أدى إلى وصول واحد كيما بن علي يحكم بالبلاد 23 سنة. دونك ثم الكثير من الخطايا الأصلية. ثم عمل على التحشيد لاعتبارات سياسية وانتخابية. دونك مسألة الاستقطاب الثنائي هذايا معقول، لكن وقت اللي يستند إلى انقسام جهوي يصبح خطير جدا. أنا نبهت إلى هذه الكسور هذوما ما بين البلاك. عنا ينكسور تكتونيك كبيرة برشا في بلادنا. الناس السياسيين الآن اللي فاعلين في الأحزاب وما إلى ذلك، عوضا عن أنهم يعملوا على ردم تلك الكسور هذيك التكسيرة هذيك، قاعدين يستغلوا فيها. وكل انتخابات عنا فرصة متاع نشأة استقطاب يستند إلى تلك الانكسارات الموجودة في جيولوجيا وعينا الجماعي. لنتفق على أحد تمظهرات الديمقراطية في تونس اليوم أنها غير قادرة على إيصال الديمقراطيين لا إلى الحكم ولا إلى التأثير بشكل حاسم في سياسة الدولة، على العكس من ذلك تماما، فقد سمحت بسيطرة شبه مطلقة للتيارات غير الديمقراطية جينيا وممثلي المصالح والشبكات الذين يدخلون الدولة بنسق أسرع مما حصل في أي مراحل سابقة، ويؤثرون بوضوح على القرار الاقتصادي والجبائي بصفة خاصة. هناك كثير من الوجاهة في الرأي الذي يعتبرنا ديمقراطية ساهمت لحد الآن على الأقل في تقسيم المشهد بين كل أولئك الذين يعتبرونها مجرد تقنية للوصول للقرار، وارتهان الدولة لبرامج هي في الأصل متناقضة تناقضا صارخا مع الديمقراطية. إن ما يحدث في المشهد من تغييرات منذ آخر انتخابات قد مضى خطوة إضافية في هذا الطريق، التحالف من أجل الحكم بين نوع من السلفية الدينية ونوع من الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية. هذا يؤخذ بالعبثية الراهنة إلى أبعاد جديدة أخرى. ألا يعكس هذا حالة يأس سياسي لدى عدنان المنصر؟ لا، أنا راهم مجرد خلاصة أو استخلاص مما يقع، لأنه أنت في نهاية الأمر شنو اللي عندك في نهاية الأمر؟ أنت عندك أحزاب
يفترض انها تبني الديمقراطيه في المؤسسات، مؤسساتها الداخليه غير ديمقراطيه. وحكيت على هذا، حكيت على هذا من تجربه خاصه. الاحزاب سوا ديزون ديمقراطيه داخليا احزاب غير ديمقراطيه. اكبر عش متاع التربيه على السلوك غير الديمقراطي هي الاحزاب او ما يسمى بالاحزاب الديمقراطيه. نحكي عن الاحزاب الكل، خلينا نقول الاحزاب الكل. ثم ديمقراطيه عند الناس الان وعند الفاعلين. انت الان في ازمه كبيره برشا، وأزمة قد تعصف انعكاساتها بكل شيء، وما زال شكون يحكي لك يقول لك لا الشرعية وأنا وصلني الصندوق. ما زلنا واخذين الديمقراطية على أساس أنها كالعملية التقنية هذيك، امشي حط الورقة شوف اسمك خرجت، لزي تبعث لك SMS، تمشي لزي تطلع في الليل تصدر النتائج، وبعتالي الناس تمشي المجالس المقاعد متاح. في حين أنه هذه التجسيد التقني للديمقراطية، لأن الديمقراطية في الأصل فكرة. علاش تعمل ديمقراطية في الأصل؟ على الشعوب الديمقراطية عندها نوع من التطور، لأنها تفطنت إلى أن الحكم الديمقراطي والحكم الإقطاعي هو حكم نخب ضيقة وتغم ضيقة، وكالتغمة هذيك اللي تحكم ديمقراطيا أو إقطاعيا طالما ما تشركش الناس اللي ازداد وعيها في الحكم، طالما أن قاعدتها الاجتماعية تبقى ضيقة جدا. فالديمقراطية جات كحل لتشريك أكبر ناس، أكبر عدد ممكن من الناس في ممارسة الحكم أو مراقبة الحكم. تشوف الآن بالانفصال اللي قاعد على سبيل المثال الأحزاب الموجودة في البرلمان الآن، خلينا نقول معظمها، سيدي خلينا نقول الائتلاف أو الوسادة الحاكمة، الوسادة الحاكمة مش الحالمة، الحاكمة، الوسادة الحاكمة هذه شنية درجة ارتباطها بانتظارات الناس؟ أنا نسمع في تعليقات اليوم على التحوير الحكومي وما إلى ذلك، الإعلاميين يتكلموا على خاطر خدمتهم، سياسيين معنيين، أحزاب معنية، لكن في الشارع شنو عمق تأثير موضوع التحوير الحكومي هذا؟ أو تمشي حكومة وتجي حكومة وما إلى ذلك، وهذا غريب، هذا خطير، لأنه هكا عندك ديمقراطية أنت سوا ديزون وانتخابات وكل شيء، أسكو في حياة الناس اليومية ثم حاجة تبدلت؟ في كي نسمعوا قداش انتخبوا النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، تلقاو قريب المليون شخص. ما وهذه هي الحكاية، ايش عندك انت؟ عندك انت خذيت الديمقراطية جهازها التقني، وكل ما يستبق الديمقراطية من عملية بناء وعي بطيء ووعي تشارك فيه الناس بجميع وعطيلة عقود وبجميع مشاربها وما إلى ذلك، هذا اللي ناقصنا. الديمقراطية ليست فقط انتخابات، الديمقراطية أساسا تمثيل الناس. هنا تونس في الماضي ساعة واحد وثلاثين دقيقة مستمعي ديوان فام، رجعنا لكم من جديد، مازلنا مواصلين في حوارنا مع الأستاذ عدنان منصر مدير مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي وصاحب الكتاب الجديد سنوات الرمل تفكر في معارك الانتقال الديمقراطي في تونس 2011-2014 الصادر عن صوتي ميديا للنشر، كتاب قيم الحقيقة ينجم يكون منطلق اليوم لنقاش ولتفكير هادئ في معارك الانتقال الديمقراطي كما اسمها عدنان منصر، مسار الثورة في تونس بما له وما عليه بين المكاسب والإخفاقات. عدنان منصر، اليوم الحقيقة تساؤلات كبرى تطرح في علاقة بالخلاصات اللي توصلت لها في هذا الكتاب، وخاصة السؤال الأهم، لأنه الكثير من السياسيين والكثير من الكتاب والمثقفين بارعين في تشخيص وتحليل وتقييم الأوضاع ومصادر الهنات، لكن الأهم يجب أن نجيب على سؤال ما العمل؟ يعني شوف العمل، أنا أعتقد أنه كل الذين يتحدثون باسم الثورة اليوم في مؤسسات الدولة أو في خطابهم يستندون إلى الثورة سواليزان، اليوم يتكتب باسم الثورة وهم الثوار وما إلى ذلك، أن يبدأ هؤلاء بالاعتذار من الثورة قبل كل شيء، وأنهم يواجهوا حقيقة أنهم تركوا الثورة جانبا، وأن ما يتصرفون فيه اليوم هي جملة من اللوجيك، للوجيك جمع منطق، اللي داخله في 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 بوتقة ما يسمى بالانتقال الديمقراطي.
وأن الانتقال الديمقراطي اللي تم منذ 10 سنوات صحيح جنب البلاد ربما أزمات وربما اصطدامات أو ما إلى ذلك، ولكنه أخذ بالسياسيين من وضعية النخبة إلى وضعية الطبقة، وأصبح هناك غربة، تأكدت غربة النخب عن المجتمع، تأكدت غربة الثورة على ما يحصل الآن، تأكدت غربة الديمقراطية في بلادنا. أنا أرى أنه الحوايج هذه ما تنجم تكون أو تنجم تكون هي أزمات احنا عايشينها، وهي كذلك احنا أزمات عايشينها، ولكن أنا أرى أنه التصحيح يمر أولا بأن نحل عينينا قدام الحقائق هذه، وأنه نفهم في نهاية الأمر أنه، وهذه ربما وأنا انقط نفسي في هذا بصفة واضحة أيضا، هو أنه اعتقدنا أنه انتقال ديمقراطي هو أهون الشرين وربما، وهذا ولكن في أذهاننا أنه تحقيق هدف الثورة يمر بالانتقال الديمقراطي، ربما هو كذلك ولكن ليس بالطريقة التي تمت منذ 10 سنوات. الانتقال الديمقراطي اللي تم منذ 10 سنوات هو انتقال ديمقراطي أخذ الثورة من الجماهير اللي خرجت واللي ما زالت تنتظر في نتائج الثورة باش خذتك الرأس مال هذاك وعملت به الانتقال الديمقراطي، وكما نقولوا احنا رجل تمورها في بعضها معناها وتحولت إلى طبقة، وهذا أكبر شيء وقت اللي وأكبر كارثة بالنسبة للنخبة وقت اللي تستمر الاستقلال والانفصال عن الجماهير، في حين أن النخبة هو دورها ما هو دورها؟ هو إضاءة الجماهير وقيادة الجماهير أو إرشاد الجماهير. الآن عنا انفصال كامل، والانفصال هذايا هو اللي من نتائجه عزوف الناس على الانتخابات، عزوف الناس على العمل السياسي، عزوف الناس على متابعة ما يحصل بجدية، عزوف الناس حتى على التظاهر، حتى على التظاهر هو اللي أدى إلى أنه شوف أنت الانتقال الديمقراطي شعرنا في انتقال، شو معناها الديمقراطية في الأصل؟ حرية التعبير، حرية التنظم إلى آخره. الآن الناس ما عادش تؤمن حتى لا بإضراب الجوع ولا بالمظاهرة ولا بالاعتصام، وهذا فشل كبير الانتقال منظومة الديمقراطية. تبدأ الأهداف السياسية تمشي، تبدأ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية حركية أخرى غير. تمشي تسكر فانا، تمشي تسكر إدارة جهوية بتاع تعليم، تمشي كذا، وهذا فشل كبير بارش المنظومة الديمقراطية، خاطر المنظومة الديمقراطية يكفي أني نعبر وأني عندي ما يسمح لي من قوة تعبيرية باش أنت تستجيب. الآن شو عندك أنت؟ عندك حكومة تتحرك في 3 كتل لحد الآن 4 أشهر وهي باش تعمل تحوير، لا قالت لنا علاش قبلت بالتركيبة هذيك، لا شنو تحب تعمل بالتركيبة الجديدة. رئيس حكومة جاته فرصة حياته شخصيا، كان رئيس ديوان في وزارة أصبح في 3 أشهر أو 4 أشهر رئيس حكومة، ما تسألش علاش اختاروه وهو كي باش يشد رئيس حكومة اش باش يعمل. هل الوسادة الحاكمة الآن شنية ارتباطها بمشاكل الناس؟ شنية ارتباطها بانتظارة الناس؟ يعني عنا نوع من الانفصال ما بين، وكأنه السياسة الكل ولات كالسحاب الفوق والأرض قاحلة والأرض مثلا ما فيهاش أمطار. جهاد، أنا نتذكر جيدا قبيل الثورة في 2010 وقتها عدنان منصر كان أصدر كتاب والدر ومعدنه في علاقة الحزب الدستوري بالاتحاد العام التونسي للشغل وجدلية التجانس والقطيعة والصراع بين النقابي والسياسي في تاريخ تونس المعاصر والرهن. كتاب ذاك أثار ضجة كبيرة، مثل حدث أكاديمي في الجامعة التونسية وحدث سياسي، لأنه الكتاب لا يخلو من مسحة سياسية. بعد 10 سنين بين عدنان المؤرخ الأكاديمي المثقف اللي عرفناه في الفترة هذيك كمدون أيضا في البلوغ متاعه ككاتب مقالات رأي في جريدة الموقف، وبين عدنان اليوم بين 2010 و2020، ربما قد يقول البعض عدنان انقلب على منصر، كيف نفهم هذه المفارقة وهذه المعادلة من خلال تجربته؟ هو الحقيقة سامر حباسي عدنان، سعيد برشا أنك معنا، سعيد برشا بصدور الكتاب، عنا مدة نستناو فيه. فالحقيقة تقريبا هذا أول كتاب عنا اللي من تجربة ذاتية لشخص خاض تجربة الحكم بعد الثورة. أنت ما عندناش كتب أخرى نتصور، معناتها اللي عنا كتب تاع ناس المعارضة يمكن، لكن إنسان خاض تجربة الحكم ثم خرج، هذا مسألة قضية أخرى. عنا ناس كانت في أحزاب ما
ننتظر انها تصدر كتب كما سي عبد الحميد جلاسي كانت في احزاب حاكمه لكنها ما كانتش في الجهاز نتاع الدوره. فما فرق انك تكون في الحزب الحاكم ممكن تكون فما كتب اخرى كما عزيز كريشان كما حوارات اللي نشرت بالنسبه لمصطفى بن جعفر نسيته. لكن كتاب مفصل معناتها تفكر مش حوار. فما فرق ما بينات حوار وما بينات انك تاخذ مسافه وتنظر تعمل قلم وستيل وتعمل بالضبط تعمل تقييم ذاتي وجماعي زاد للدائره اللي انت تنتمي لها اللي هي النخبه السياسيه في النهايه. لكن كما قلت انت فما كثير نوعا ما ما نقولوش التشاؤم لكن تشاؤم واقعي يمكن تشاؤم بحسب الموجود في الواقع في الكتاب لانه عبارات الانغلاق والانسداد والتعاود هي اللي دور حولها الكتاب حتى اسامي فصول لكن ثم الرقص ايضا في الكتاب الرقص فما موجود موجود لكن الرقص حول شنو الرقص حول شنو حول نوع من الدائره المفرغه والمنغلقه بالضبط هذا هو. وكانه معناته تقييم سي عدنان بعد سنوات هذه الكل انه فشلنا ما نجحناش ممكن ما حبش يقول تطف العباره لهنا جاي اي نجم نقولها مباشره اكيد فشلنا اكيد نجم نقولها كي مباشره فشلنا ما نجحناش لكن اسباب الفشل اوكي نجموا نتفاهموا انه فشلنا لكن فشلنا فيش بالضبط هذا السؤال الاولاني معناته هل فشلنا في كل شيء فعليا؟ لو كان فشلنا في كل شيء مثلا ما يكونش بحذنا سي عدنان اليوم يحكي على كتابه. لو كان فشلنا في كل شيء كان ينجم يكون فما واحد كيما عبد الفتاح السيسي على راس الدوله اليوم في تونس. لو كان فشلنا في كل شيء كانوا نجم يكونوا عندنا 20,000 معتقل سياسي في تونس اليوم ووضعيه اتعس ممكن في مجالات اخرى مجال الحريات مجال الكتابه مجال التفكير مجال الراي كذا هذا مجال مثلا ما تراش ان نجحنا فيه ولو نسبيا. هذه قاعده اولى. قاعده ثانيه فشلنا في كل شيء زاد اليوم فما تغييرات قاعدة تصير على مستوى المؤسسات كي نغزروا مثلا مؤسسة قضائية حتى بعد سنوات من اللي صار فيها تركيحها سياسيا وحكايات وروايات على اختراقها وانها مطوعة سياسيا الى كذا لمؤسسة قضائية راهو تتحرك اكثر راهو جيل جديد من القضاة يطالب باستقلالية يطالب بجدية في العمل متاعه يطالب مؤسسة قضائية فاعلة متحركة في الامن كذلك فما تحولات راهو في اصوات داخل المؤسسه الامنيه تقول المؤسسه الامنيه لازم تكون مستقله جمهوريه لما خيره في الاقتصاد راهو فما شباب خاطر النخب انت لهنا حصرت نوعا ما النخب السياسيه وجزئيا النخب الثقافيه لكن فما النخب الاقتصاديه اللي هي مهمه جدا في اي بلاد معناتها في النهايه وعندها علاقه عضويه بالنخب السياسيه والاقتصاد النخب المجتمع المدني ايضا مجتمع حيويه في المجتمع المدني فما حيويه فما شباب جديد فما جمعيات فما جمعيات قاعده تتغير جي فما منظمات جديده قاعده تطلع اليوم حتى الاتحاد العام التونسي للشغل ما عادش نحكيو على السطوه والنفوذ اللي كان عنده سابقا معناتها على انه المؤسسه المحوريه في المجتمع المدني التونسي فما ديناميكيه اخرى قاعده تخرج يعني في تقديرك فما يعني ديناميكيات عميقه يعني ما خذتش حظها في اطروحه عدنان منصور بالضبط يعني وكانه لا جديده تحت الشمس ما فماش ظلال جديده ظل جديد قاعد يخرج ولو مازال ما تشكلش 100% لكن قاعد يخرج وقاعد معناتها نجم نشوفوه معناتها من واحد لكن هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تتعلق نتفاعل معك في النقطة قبل جهاد هاي بار تفضل سامحني باش ما نضيعش الرجل الكبير وليد يعني شوف صحيح انت كي تقارن توا بمصر ولا تقارن ببلدان اخرى في وضعيه معناها وضعيه حريات وما الى ذلك صحيح كلامك صحيح انا ما نقارنش بهذا انا من نعتبر انه هذا هو الحد الادنى لنضالات اجيال من التونسيين ومن المجتمع المدني ومن اتحاد عام تونس للشغل والمنظمات الحقوقيه والسياسيين وما الى ذلك وحركه سياسيه عميقه في تونس دونك انا نقول هذا يسيل مينيمم هذا ادنى شيء بالنظر لتاريخنا وبالنظر لنضالات الاجيال اللي تعديت وبالنظر لتصورات النخب اللي ناضلت من اجل الاستقلال وناضلت من اجل الحريه ونقول مع هذا انه المقياس هي انتظارات الناس فيسك نحكي واحنا ثم مغالطه نعاود نقولها ثم مغالطه تقول لك شرينا من الثوره هاي بعد هاي 10 سنوات ثوره شرينا نعاود نقول راهو ما ريناش 10 سنوات ثوره رينا 10 سنوات انتقال ديمقراطي. نقول انا انتظارات الناس نفس الشعارات جهاد نفس المطالب ما زالت تطرح دون ان ترى افقا للحل والاستجابه بعد 10 سنوات. انت عندك قائمه شهداء وجرح الثوره اللي هي
كل مره يكون باش تخرج وبعد تصير ضغوطات وضغوطات مضاده. هل من المعقول خطر فيها تعويضات سامبلومون؟ هل من المعقول انه بعض جرحى الثوره بعض عائلات شهداء الثوره وما الى ذلك الى حد الان ما ثمش اعتراف من دوله الانتقال الديمقراطي بانهم فقدوا حياتهم من اجل الحريه ومن اجل الكرامه؟ هل هذا طبيعي؟ ثم المطلب الاجتماعي شنو عن الناس؟ شنو هي الامبريسيون اللي عندها جهات انه السياسيين خذوا الثوره كراس مال بداوا يتصرفوا بعضهم هو منظومه قديمه هو منظومه جديده وحياه الناس بقات تمشي كما هي. نجيوا الحاجه في ثقافتنا احنا يا اخي الناس خلينا نصارحوا بعضنا. معظم التوانسه كانوا ضد نظام بن علي في موضوع الحريات او صحيح الثوره في تونس كما كل الثورات في العالم رأي أقليات تقوم بالثورات وبقية الجماهير تتبدل قدامها ويطرح قدامها حل وضع قائم تنخرط فيه. وتونس هنا له بالشعب الذي لم يخلق قبله ولا بعده ولا جاب حاجة ما جابها حد غيره. دوك هو سياق عادي سياق تاريخي هو لا سياق الثورات. وقتاش الناس انخرطت في الاحتجاج وما إلى ذلك؟ وقت اللي بن علي بقى محافظ على السياسة القمعية دون أن يستطيع تحقيق نتائج على المستوى الاجتماعي. عجز على التشغيل تكدسوا البطالة أصحاب الشهادات العاطلين الفساد اللي سكر على المبادرة الاقتصادية إلى آخره. نقول لك حاجة وقلتها في الكتاب هنا الناس ما عندهاش مشكلة مع الاستبداد في المطلق إذا كان الاستبداد يوزع الثروة بطريقة تعمل شوية حق شوية ارتياح رغم معظم الناس ما عندهاش مشكلة. نفس الناس هذيك راي مش مستعدة تقبل بديمقراطية تقنية سياسية مهما تكون فيها المكاسب إذا كان الديمقراطية هذيك ما حققت لهاش الحد الأدنى من انتظاراتها الاجتماعية. الناس براغماتيين راو والناس هذاش معناها براغماتي. براغماتي مش معناها التخلي على المبادئ لا. براغماتي السياسي شنو يفهم؟ يفهم أنه ثم الديمقراطية معمولة في الأصل لتشريك أكثر جزء من الشعب في القرار. وقت اللي نقول القرار الآن القرار شنو هو القرار؟ القرار هو القرار الاقتصادي والاجتماعي. طبيعي احنا في مجتمعنا الآن ومكتحكيت على اقتصاد جهاد طبيعي أنه أربع عائلات شد الرخص متاع الميادين اللي فيها كما نقولوا احنا فيها الربح الكبير وطبيعي أنه ما ثم حتى سبب يخلي هكا الأربع عائلات هذيك هي اللي عندها هكا الاحتكار هذاك. طبيعي أنه الاقتصاد الراية عمالية تركز في تونس. لكن أعتقد أنه لكن زاد أستاذ نعم. زاد أستاذ لأن نسألك إذا كان أنت تعتبر مثلا تحالف الحاكم اليوم يدافع على المصالح هذه الاقتصادية والاجتماعية ويكرس في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالة شنية اللي يفسر أنه هو اللي يربح الانتخابات؟ أنت أنا واحد من الناس شنية نغسل نقول نهضة قلب تونس ائتلاف الكرامة كذا إكس زاد ولو أنه ائتلاف الكرامة يقول لك أنا في المعارضة لا علينا يبغى شانا فيه معناتها التحالف الموجود جي ناس تنتقدوا هما اللي كرسوا في اقتصاد الراية هما اللي مبلوكين هما اللي منقلبين على ثورة هما مش خادين بلاد تتقدم هما اللي كذا وكذا وكذا وجي الانتخابات نلقى ناس تنتخبهم ما تنتخبش الناس وجي الناس وجي الانتخابات ونلقى عدد اللي مشيوا للانتخابات أقل بكثير. كيفاش؟ طبعا كيفاش تقريبا نفس الأعداد تقريبا في حدود 45 إلى 50% لا حدود 45 تحكي لي في خمسة شو الانتخابات البلدية الأخيرة الانتخابات التشريعيه الاخيره. هنا شنو نقول انا؟ نقول انا شفت جهاد انت عالم اجتماع الجهات الداخليه اللي انطلقت منها الثوره واللي دفعت اكثر شهداء هي اقل جهات مشاركه في الانتخابات. هذا يرى سا دوفري نو كيستيوني فهمتني؟ هذه حاجه يفترض انها تخلينا نتوقفوا يعني الناس اللي حبت التغيير ولا لا تعتقد في انه هالديمقراطيه هذه باش تجيب لها التغيير في حياتها. تقولي انت الناس هذوما تمشي وانتخبوهم لان الناس هذه تمشي تحتال على الشعب الكريم يا اما بالخطاب الديني كيف تحتال او بالخطاب كيف تحتال عدنان منصر هناك جهات انتخب فيها ومن خلالها كناطريه انتخب الجهات هذه فما نواب الجهات هذه عمق الازمه الاجتماعيه والاقتصاديه فيه وفما نواب راهو بعد الدوره هذه سي عدنان باش يعديو 13 سنه دور حياه برلمانيه مش معناتها مش اول مره سامحني احنا نحكيو على الاحتيال متفقين دونك احنا متفقين كثر مرات يتحايلوا على يتحايلوا طبعا لانه ثم جزء هام
من مسؤولية الديمقراطية يجب أن يقوم بها الشعب. الشعب إذا كان الشعب يتخلى على حقوقه أو يتخلى على اختيار الأفضل أو يتسرع أو يرتكب نفس الأخطاء مرات عديدة، في نهاية الأمر ما نحبش نقول الشعب يستاهل حاجة تشبه هكا. بمعنى عدنان منصر يعني الشعب التونسي فاسد في خياراته الانتخابية والسياسية؟ لا، نقول أنه من ينتخبون لا ينتخبون دائما، على الأقل دائما باش نلطف، لا ينتخبون دائما بإعمال العقل. نقول أنه ثم الكثير من السذاجة وثم الكثير من القدرة على أنك تتعدى عليك نفس الحيلة مرة واثنين وثلاثة. الصفحة 180 عدنان منصر، أتذكر في هذا السياق جملة معبرة جدا قالها الدكتور المرزوقي في برنامج الشاهد على العصر، وهي جملة ليس أوضح منها لتفسير حالة الحيرة التي لازمت تجاه حلفائه الإسلاميين. كنت أعلم أن النهضة أصبحت تتستر على الممارسات الفاسدة، ولكن كنت أقول في نفسي هؤلاء يمكن أن أحتاجهم في الانتخابات القادمة. لاحقا لن يتعلق الأمر بمجرد التستر على الممارسات الفاسدة، بل بالاشتراك فيها بوضوح مثل ما بينه أداء حركة النهضة في البرلمان. مش وكأنك لهنا سقط في نوع من تصفية الحسابات مع النهضة اللي كانت حليفكم في وقت من الأوقات، ولكن اليوم وصلت معها أنت ودكتور المرزوقي وغير من الشخصيات اللي عاشوا تجربة الترويكا إلى نقطة لا عودة. عندنا المنصر، أنا نقطة لا عودة مع النهضة ما تقلقنيش برشا، لأنني يعني تركت المنافسة السياسية وما إلى ذلك، ولا أنوي العودة إلى المنافسة لا على مواقع لا من داخل حزب ولا من خارج حزب، ما تقلقنيش برشا دونك نقطة العودة. ولكن في نفس الوقت أنا أقول اللي أوقيت أنه ثم حقائق أنا بالنسبة لي أصبحت قناعات، وعلى الأقل هي حقيقتي النفسية الآن والفكرية، وأنا أؤمن بهذا الكلام، أعتقد هذا الكلام. أنا بالنسبة لي المقياس اللي الكل اللي سقطت معه كل المقاييس الجزئية هو مسألة قانون المصالحة. أنا أعتبر أن ذلك القانون كان أكبر طعنة وجهت للثورة، وجهت للبلاد، وجهت الأجيال القادمة. بل أكثر من ذلك، أنا أعتقد أنه كان نوع من السماح، لو باردون أنتيسيبي، معناها سماح مسبق لما سيرتكب في حق الشعب هذا من جرائم اقتصادية واجتماعية وسياسية. يعني شوف أنت تنجم تكون 20 سنة تخدم في الاستبداد وتتمعش من الاستبداد وتأخذ القرارات اللي تفكر التوانسة ويعني تردهم في حالة تعيسة جدا، ونعملوا القانون باش يسامحك وباش تعتبر أنك ما عملت حتى شيء من هذاك. أنا أعتبر أنه مسألة قانون، موضوع قانون المصالحة، ويعني نوع من الحاجة اللي إذا كان إنسان القانون هذاك ما رفعلوش الغشاوة في تقييم الساحة السياسية، أعتقد أن الغشاوة تولد بها، غير قادر على أنه يرفعها مطلقا، لأنه ثماش حاجة أكبر من هذاك تقدر أنك تفتح لك عينيك. أنا قطع ذلك بالنسبة لي الشك باليقين، أنه حركة النهضة الآن ربما بعد مرة أخرى يكون حزب آخر هو الأول ويمارس نفس الممارسات، عنديش إشكال. بالعكس، أنا كنت دائما حتى في تجربتي الجامعية متعاطف مع حركة النهضة، متعاطف مع نظام، وعندي أصدقاء عملوا السجن وأصدقاء يعني إلى فترة قريبة معظم صداقاتي كانت في مش متعاطف فقط عدنان منصر، في وقت من الأوقات فما شكون حسبك على النهض، صنفني بالخانة هذيك، يصنف مش مشكل ما يقلقنيش أنه الناس تصنف عادي كما أن نجم نغلط في تصنيف، كما نجم نكون مش دقيق بالضبط، لكن أنا أقول اللي علاش تغير موقف من النهضة؟ أنا كنت نحكي لك محمد، علاش أصبح بهذه الحدة؟ هاني كنت نحكي لك وبي... نرجع لك. أنا نقول اللي موقفي من النهضة أو من الإسلاميين ما هوش موقف غريزي، معناه مش من لول نقول أنا هذوم ما نحبهمش وما نحبوش يحكموا، بالعكس والكثير منهم ما زال أصدقائي، مع أني أنا وليت نفصل ما بين الجانب الصداقة الشخصية وجانب اللي نجم يكون صديقي نقعد نسوق قهوة الصباح مع بعضنا وفي الليل نقعد الحركة متاعه بلهجة حادة جدا، مش هذا الموضوع. لكن الكارثة بين ظفرين هو أني من 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 كيما نقول احنا من العاصمة والأحواز متاع النهضة كيما نقول والقراب السياسيين والمتعاطفين كذا إلى طيلة فترة يعني ما قبل الثورة متعاطف مع حركة النهضة، هذا ما لا أنكره، ولكن ولا أنكره ولا أخجل منها باش تبدأ الأمور واضحة.
أنا في العشر سنوات الأخيرة اكتشفت أنه أولاً ما عادش حركة النهضة هي نفسها ذيك، أما صارت تحت وطأة الحكم والقرارات اللي اتخذت والخيارات التي اتبعت وما إلى ذلك. وأعتبر أنه الموقف النزيه أخلاقياً وسياسياً القول أن هذه الحركة تحولت إلى حركة لا تختلف قليلاً أو كثيراً عن كل منظومة الهيبنة الهدف تاعها هو الحكم واحتكار القرار دون أن يكون لذلك أي نتيجة إيجابية على معظم الفئات. لكن هذا لا يعكس بالضرورة فساد سياسي أو فساد في الممارسات كما وصفت في الكتاب. احنا ديما عندنا مشكلة محمد، نقوله فساد يمشي في بين الفلوس. أنا أقول مش هذا الفساد، أنا أقول فساد أنك أنت تتقدم لمواقع في الدولة وأنت ما عندكش حلول مشاكل البلاد، هذي أنا راه منبع الفساد. وهذا قاعد نشوف فيه توا اليوم. يا أخي أنت رئيس حكومة وقت اللي عينه لا قيس سعيد حطه باش يحل مشاكل البلاد، حطه باش يتحكم فيه هو، ولا هو كيف عمل لك القلبة هذيك على أساس أنه عنده رؤية وعنده رؤية باش تحل مشاكل البلاد، ولا تمسك الوسادة الحاكمة به يدل على أنهم فاهمين أنه الرجل عنده رؤية. أنا رأى أكبر فساد هو أنك تجي تيأس الناس من الديمقراطية وتيأس الناس من الديمقراطية كحل ممكن لمشاكلهم والمشكلة يعني المشكلة الاقتصادية والاجتماعية. تعطي الانطباع أنه عندك رؤية وأنت ما عندك حتى رؤية، ودي على ذلك أنك تبقى 3 شهر 4 شهر 6 شهر عامين من غير ما تنجم تقدم حتى شيء، وكل جهدك منصب على المناورات من أجل أن تبقى. أنا رأى هذايا هو اللي يجيب الفساد الأخر كل. واضح جهد هذيك. علاش نحب نسألك أستاذ، توصيفك هذا يتوافق نوعا ما مع توصيف الرئيس قيس سعيد للحالة ديمقراطية سياسية في تونس؟ أستاذ قيس سعيد نفس الشيء، يرى أن الديمقراطية هذه تحولت إلى لعبة متاع متنفذين، متاع سياسيين متنفذين يخدمون في مصالحهم، يجيوا كل 5 سنين للشعب يتحايلوا عليه ياخذوا صوته ويطلعوا بعد 5 سنين هذيك يعديوها في أمورهم قضاياهم وحكاياتهم ومصالحهم وعركاتهم واعتصاماتهم وأجواءهم، ومن بعد يرجعوا للشعب يقولوا له آه نحن ما حكمناش ولا حكمناش وحدنا ولا تلعوا له بأي ذريعة كانت قاهرة. ظروف وتوازنات وما كتعرفوا الداخل والخارج، ويعودوا ياخذوا صوته ونفس وهكاك وإحنا ماشيين. هذه رؤية الأستاذ قيس سعيد. لكن الأستاذ قيس سعيد يرى زيادة أنه فما إمكانية باش نصالحه ما يسميه هو معناتها إعادة التأسيس أو التأسيس الجديد، يقول لك نبدأ من القاعدة إلى الهرم ونعمل مشروع متاع ديمقراطية مباشرة. وهذا ربما قد يكون عنده انعكاس في الحوار الوطني ربما يجي في الحوار الوطني. ونعرف اليوم زيادة الأستاذ قيس سعيد في خلاف عميق جدا مع حركة النهضة وحليفة قلب تونس، معناتها واضح جدا الخلاف ما بيناتهم، مانيش مستحق باش نقول عليه. ما نعرفش شنو رايك في النقطة هذه في تصور الرئيس، وما دام وافقتك ربما للبديل اللي يحب يطرحه لسياسته، تقييمك حتى لسياسته الوقت وكيف الحال. تستشرف القادم خاصة عدن مصر. يعني أنا قلت الكلام هذا، قلت أنه الانطباع اللي عندي أنا وعند فاعلين سياسيين أو أحزاب، وأنه الديمقراطية هذه أصبحت ديمقراطية فيترين ما هيش قادرة باش تحل مشاكل الناس، بل انفصلت على اهتمامات الناس والمجتمع وأصبحت تدير شؤونها في نفسها بين نفسها، أربع كعبات قاعدين يقروا في مصير البلاد على ضوء مصالحهم. هذه الانطباع هذا مش عندي أنا فقط، مش عند قيس سعيد فقط، تلقاها حتى عند على بيرموسي، تلقاها عند جزء من الكتلة الديمقراطية اليوم. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. المشكل مش في تشابه القراءة، لا، المشكل في شنو الحل من بعد. انا نرى ان الحل ماهوش عاود الاستبداد، انا نرى ان الحل ماهوش الفاشيه، انا نرى ان الحل مش تكديس صلاحيات في يد شخص واحد، انا نرى ان الحل هو العوده للسياسه بوصفها الفعل النبيل الذي يكون الهدف منه في السياق الديمقراطي تحقيق مطالب الناس، المصلحه العامه، تحقيق المصلحه العامه. ما يقترحه رئيس الجمهورية هو مجرد توسيع للتمثيلية، أنا راهك توسيع للتمثيلية، يعني طبقة سياسية فيها 3000 يحب يرده هو 12000 أو 15000، ما زلنا في موضوع التمثيلية ما خرجناش من هذا. أنا رأى الأخطر في التصور هو أنه يهز لي الشمولية،
لانه لانه ما عندوش كان التصور هذاك الرئيس، عنده تصور انه هو عنده اكثر صلاحيات ايضا، وهذا فيه ربما يطول المجال لتفسير ما افهمه من توجهات الرئيس، ما افهمه لانه هو ما قالش توجهات الكل مع بعضها. الحوار الوطني نجم يمثل مخرج للعوده الى الديمقراطيه كخدمه للمصلحه العامه، ينجم يكون اذا كان يطرح المشاكل الاساسيه اللي هي المشكل الاقتصادي والاجتماعي. انا كنهار نسمع في رئيس الحكومه منزعج من مساله الحوار الوطني، قال لا والله الاطراف السياسيه والاجتماعيه اللي تحب تحكي في الامور الاقتصاديه والاجتماعيه تحكي على روح، اما الامور السياسيه ما تحكيش فيها، هذيك اختصاص الحكومه. وكان الرجل يعتبر انه السياسه دورها حاجه اخرى غير حل المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه. يا اخي هما كي باش ياخذوا قرارات اقتصاديه واجتماعيه شو باش يعملوا؟ باش يعلنوا التاميم؟ باش يعلنوا تاميم الثروات؟ باش تكون عندنا انعكاسات سياسيه. الرجل مازال يعرف او مازال يعتقد انه السياسه هي مجرد جيستيون ادمنستراتيف. لا، السياسه هي خيارات اساسا اقتصاديه واجتماعيه. انت عندك الان في الازمه هذه رئيس حكومه يعتبر انه يمكن الفصل بين السياسه وبين الاقتصاد والمجتمع، كارثه يعني. كيف تتوقع القادم؟ عندنا مصر في اقل من دقيقه، وين ماشيين؟ شنو السيناريوهات الوارده في تقديرك؟ انا قاعد كمراقب كملاحظ نرى أن الناس تكفر يوما بعد يوم وأكثر فأكثر بما يتم في الساحة السياسية وموضوع الديمقراطية، وهذا يخطير برشا. أنا إنسان ديمقراطي وأعتقد أنه ما أقوله هو حرص على الديمقراطية، ولكن ما يش ديمقراطية الفساد والفيترين، لا، حرص على الديمقراطية اللي تسمح بتمثيل الناس وتحقيق مطالبهم. الديمقراطية اللي هي التعبير أصدق تعبير ممكن على الأقل على انتظارة الناس. هذا ليش يؤدي؟ يؤدي أنه شوف، وأنا قلت هذا في الكتاب محمد، قلت أنه الناس تيئيس الناس من الديمقراطية ومن حل مشاكلها عن طريق الديمقراطية باش يؤدي بالناس إلى أنها تعود أو تحن إلى الدكتاتورية. تقول لك أنا الدكتاتورية على الأقل ما كنتش هكذا يقال، أنا من لا تبنى هذا الكلام، يعني ثم الكثير من المشاكل ما كنتش نواجهها. اللي قاعد يتم الآن عبارة على أنه ما يسمى بالطبقة السياسية قاعد تثقب في الفلك متاعها، في السفينة متاعها، و موش الشعب بركة راكب في السفينة، أي حتى هي راكب في السفينة لك. عنان منصر، شكرا لك على حضورك. شكراً. معنا. نذكر كتابك الجديد سنوات الرمل، تفكر في معارك الانتقال الديمقراطي في تونس 2011-2014، موجود في كل المكتبات. نعم، موجود في كل المكتبات الآن. كتاب قيم وقيم جدا، نجم تقاوى في المكتبات الحقيقة، تكتب بلغة حاول يكون بسيط قدر الإمكان عدنان منصر، لكن لغة فيها نوع من الطرافة، لغة مشوقة فيها الكثير من سلسة كالانتقال الديمقراطي. شكرا أستاذ عدنان منصر، شكرا جهاد الحسن في الختام، محمد يوسف كامل الفريق، سلموا عليكم. الموعد يتجدد غدوة إن شاء الله بداية من نص النهار، في أمان الله.